بسم الله الرحمن الرحيم آه والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كل عام وانتم بخير وتقبل الله اعمالكم وصيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل ومع برنامجنا برنامج متنوع راح يكون ان شاء الله خلال هذا الشهر الفضيل ويحمل عنوان قناديل روحيه. نبدا بالقنديل الاول او بالموضوع الاول وراح نتكلم عن مراحل تطور او نمو او تربيه الطفل. هذه المراحل جدا مهمه وفقا لاحدث الدراسات النفسيه والتربويه طبعا العالميه والاسلاميه هناك عدد من المراحل التي يمر بها الطفل فاذا ما احسنا تربيه الطفل في اي مرحله من هذه المراحل لان كل مرحله تختص بجوانب معينه من حياه الطفل ولا نستطيع أن نقول والله إذا الطفل وصل عمره 15 16 سنة نقدر إحنا المراحل التي عجزنا عن توصيف الطفل أو منح الطفل الأشياء الضرورية نقول والله في لما يصير عمره 15 نعطيه هذه الأشياء ندرس هذه الأمور أو نعلم هذه المصطلحات أو هذه الأشياء فلذلك هذه المراحل جدا مهمة. طيب انا المهم عندي راح اركز على مرحلة مرحلتين من هذه المراحل وهذا الموضوع الذي يهمنا جميعا. هي المرحلة تبدا بالمرحلة الفمية، احنا ما ما نبي بالتفصيل معنى المرحلة الفمية وماذا يعمل الطفل وشنو خصائص هذه المرحلة، لكن انا يعني على أساس أمشي بالتسلسل المنطقي عندنا المرحلة الفمية والمرحلة العضلية والمرحلة الكلامية وهنا أنا أبدأ بالتركيز على المرحلة الكلامية المرحلة الكلامية عند علماء الغرب تسمى هذه المرحلة بالإماجنيشن أو التخيل أو التصور ولذلك هنا تكمن الاهميه، اهميه الموضوع ان اول بدايه تعليم الطفل لمعاني الحروف ومعاني الكلمات هذا الموضوع جدا جدا صعب وشاق وليس بالموضوع السهل لان تبنى حياه الانسان او حياه الطفل في المستقبل على مدى نجاح هذه المراحل. المرحله الفميه تعدي ما عندنا مشكله المرحله العضليه تعدي لكن مرحله تعلم الكلام ماذا يتعلم الكلام ومنذ الصوره الاولى الوهله الاولى يعني مثلا مثلا اعطيكم مثال الان احنا يعني بالمناسبه عندنا عقل واعي وعقل باطن ودماغ وعقل وسيط هذه العقول كل عقل يعمل على حدة وثم في أشياء مشتركة بينهم العقل الواعي يرى ويسمع ويتكلم ويتذوق ويشم وفقا للحواس الخمس طيب بعد ما تحصل هذه الصور أين تذهب تنتهي تختفي لا طبعا أكيد هذه الصور سوف تذهب إلى العقل الباطن وتبقى في العقل الباطن ولا تخرج منه أبدا ما تخرج فإذا كانت الصور هذه الصور طيبة يعني لما نقول الحواس الخمس ما هي الحواس الخمس العين ماذا ترى ترى محرمات ترى أشياء ممنوعة أشياء نهى الشرع عنها واشياء لا تمس الى الدين بصفه او بسمه وكذلك الاذن الاذن الموسيقيه التي من الولاده من المهد الى اللحد 24 ساعه موسيقى ماذا نتوقع من هذه الاذن وكذلك الشم وكذلك التذوق وكذلك اللمس جميع هذه ال الصفات والسمات الموجوده تنتقل على شكلها يعني ما تتغير تنتقل بطريقتها وشكلها الى العقل الباطن ثم تستقر في العقل الباطن نرجع الى اول الموضوع والى صلب الموضوع والى اصل الموضوع الكلمات ماذا يتعلم الطفل عند سماعه الكلمه لاول مره كلمه بابا ماذا تعني كلمه بابا ذلك الاب الرحيم الحنون الذي يعشق اولاده بيته كريم جواد يجلس لفترات معينه مع في بيته مع اهل بيته مع عياله مع مع الى اخره ام لا ذلك الاب الذي لا يعلم عن بيته شيئا انصاف الليالي من مكان لمكان من ديوانيه لديوانيه من مجلس لمجلس أو الآن حدث ولا حرج المقاهي مليانة بالشباب فل من ستة المغرب إلى ستة الفجر أو ستة الصبح كل القهاوي والمقاهي مليانة طيب مو هذا الوقت الذي يضيع في المقاهي أهل البيت الأولاد العيال مو أولى في هذا الوقت طيب لأن المشكلة النتيجة ما تحصل بين يومة وليلة فنعود و و و ونركز على هذه الكلمات هذا أنا تكلمت عن كلمة أب طيب نشوف كلمة أم كلمة أخ كلمة صديق كلمة رفيق كلمة علم إذا الواحد مثلا إذا قلنا للطفل والله العلم أساس كل شيء أو المال أساس كل شيء او الحياه الدنيا اساس كل شيء هذه كلها كلمات طبعا يتفوه الاباء والامهات بهذه الكلمات والاذن الصاغيه تسمع هذه الكلمات وتتفاعل مع هذه الكلمات ثم تنتقل الى العقل الباطن وتستمر الاثار السلبيه لهذه الكلمات حتى اخر يوم في حياه الانسان نعم انها الحقيقه كان عندي لقاء في احدى القنوات وسئلت عن ارتفاع مستوى الجريمه في بعض المجتمعات الاسلاميه فركزت على هذه الكلمه وحتى سئلت كيف نفهم الطفل ان هل السكينه مكان المطبخ ام مكان اني انا اشيلها واحطها تحت ملابسي والحق شخص ما اذاني في يوم من الايام واضربه بهذه السكينه، ما الجريمه كيف ترتكب الجريمه؟ اذا سمع الطفل وهو لاول مره السكينه هي لقطع الفواكه او الاشياء الاخرى او الاشياء الموجوده في المطبخ او او الى اخره فراح يستمد هذا المعنى وهذه القوه وهذه الصوره من هذه الكلمه اما لا يطلع اب يعلم عياله على الشراسه ابي عيالي ريايل ابي عيالي كذا وكذا وكذا والله واحلف من هذا المنبر الشريف المبارك وفي هذا الشهر الكريم ان فعلا هذه الصوره تبقى عالقه واقل فرصه تاتي الى الشخص ياخذ السكينه ويستعملها في يعني ممكن لضرب الآخرين أو أو فأول معنى لأول كلمة هذا هو الأساس، فعلى الوالدين أن يتقنوا فن التعامل مع الأطفال واختيارهم للكلمات المناسبة واختيارهم للتفسيرات واختيارهم للمعلومات واختيارهم للأشياء التي يستفيد منها الطفل منها هذه هذه نسميها صور ذهنيه وتبقى ما تروح هذه الصور الذهنيه تبقى عالقه تبقى موجوده مدى العمر مدى الحياه طيب ففي هذه الصور الذهنيه الحساسه يجب اتقان فن التعامل ومنح الطفل الاشياء الضروريه دون كذب او دون لف ودوران و اخره مثلا اكو امثله كثيره على هذا الموضوع الام التي تشتكي من وضعها السيء السلبي في زواجها تعكس هذه الاثار السلبيه على بناتها الان في بنات بالثلاثينات اكبر اصغر فاتهم القطار لنقول فاتهم القطار لاسباب وهميه أول كلمة سمعت البنت من أمها أن الزوج ذيب أن الزوج ياخذك ممكن لحم ويقطك عظم أن الزوج شرير أن الزوج يضرب أن الزوج كذا كذا جميع المواصفات السلبية والسيئة تلصق بالرجل فتحصل كراهية لا شعورية في العقل الباطن تجاه أي رجل يتقدم لهذه البنت أو غيرها أو, أو, أو الأخوة وكذلك يعني خلينا نقيس كل الامور وجميع المصطلحات وجميع الجمل والعبارات يجب ان تدرس ثم تعطى حق الطفل المدارس ما تعطيهم المعلومات المدارس ما تعلم المدارس شويه معلومات فقط لا غير اين المعلومات التربويه اين المعلومات الاساسيه اين فن التعامل مع الاخرين أين الأمور الدينية؟ أين أين أين, أين, أين؟ إلى آخره. فهذه الصور الذهنية بالنسبة لي جدا جدا صور مهمة ولا نستطيع تغييرها. يعني لا نقول أنا بداية حديثي تكلمت وقلت أن لا نستطيع مثلا هذه البداية متى, متى يبدأ الطفل بالكلام؟ بعد ما يخلص السنتين، بداية السنة الثالثة يبدأ بالكلام. الكلام المستمد من وين؟ من طبعا من اقرب الناس له لانه هو الى الان ما وصل الى المرحله الدراسيه او المرحله المدرسيه التي تؤهله الى مثلا ايجاد تفسيرات معينه وسماع توضيحات معينه من المدرسين من المدرسه من الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي والى اخره ولذلك المصدر الاساسي والرئيسي ويمكن المصدر الوحيد لاعطاء ومنح الطفل المعلومات اعتقد البيت والمنزل ومن يعيش في هذا المنزل الوالد الوالده طبعا الاخوان والاخوات هم المصدر الرئيسي او المصدر الاول لمنح الطفل المعلومات وبالتالي المزاح الكثير وعدم أخذ الأمور بالجدية يعني في تقريبا تقارير تقول أن 97% من الأسر أو من, من الناس غير جادين في تربية أولادهم يتركون أولادهم للزمن الزمن ما يربي الزمن يخرب الزمن يحطم الزمن يهدم الإنسان يهدم الطفل يهدم كل المحاولات الجاده لتكوين مواطن صالح تقي ورع يخاف الله ويخاف ويكون عنده ضمير ويعمل لرضا الله ثم لرضا مجتمعه او لرضا وطنه. اذا هذه النقطة بالنسبة لي نقطة جدا حساسة ومهمة. الآن نرتقي شوية نصعد فوق ونشوف طيب احنا الحين تكلمنا عن الموضوع وعن الصور الذهنيه يا جماعه الصور الذهنيه هي الأس هي الاساس هي المبدا الذي يجب ان يتربى عليه الطفل المبدا يعني لا نتفوه باي كلمه ولو حتى على سبيل المزاح ونحن في هذا الشهر الفضيل يجب ان نربي انفسنا ونربي اعياننا ونربي اطفالنا بالتربية الصالحة، بالتربية الحسنة، بالتربية الإمامية، بالتربية الإسلامية، الإسلامية الصحيحة وكل المشاكل الآن بالعالم الإسلامي أنا يعني متأكد أن كل الأشياء والمشاكل اللي قاعدة تصير في العالم الإسلامي هو بسبب المفاهيم الخاطئة بسبب التعليم الخاطئ بسبب الكلمات الخاطئة والله رأيت في احدى القنوات يجيبون دمى جمع دميه دميه مجموعه العاب ويعطون للاطفال من سن الخامسه الى سن خلينا نقول عشر سنوات ثمان سنوات ويعطونهم سكاكين او خناجر ويقول الاب الاب مجموعه اباء ومجموعه اطفال يسألون الاطفال هذا منه؟ يقولون مثلا هذا شيء ما او هذا ينتمي الى مذهب معين او او ما احب انا انا يعني آه خلينا بال بال بهذه الطريقه افضل. هذا مثلا من المذهب الفلاني، هذا كذا، هذا كذا، شنو لازم نسوي فيه؟ لازم نقتله، لازم نبيده، لازم نذبحه، زين لازم ننهي حياته، لازم ولازم. طيب ماذا تتوقعون اذا كبر الطفل؟ اعطوني ما يخالف اذا الان بهسن خمسة سبع سنوات ثمان سنوات ونعلم الطفل ان اللي مو على ديننا ومو على مذهبنا يجب قتله فشنو تتوقعون تتوقعون هذا اللي قاعد يصير الان في العالم الاسلامي من قتل ومن دمار دون اي مبرر على الهوية على الاسم على المعنى على اشياء معينة على اشياء يعني شلون تقتل النفس المحترمه التي حرم الله قتلها الا بالحق هذا رايت بام عيني هذا هذا المنظر وعلى احدى القنوات وما أذكر اسم القناه ولذلك الـ 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 هذه الامور وهذه الصور تكبر وتكبر وتكبر وتصل الى مرحله لا نستطيع ان نوقفها ما نقدر الان يعني انا اسالكم شنو واحد يعني ينتحر ويقتل نفسه ويدمر نفسه و والى اخره لقتل مثلا شخص او شخصين او شخص بس مجموعه ناس يمشون بالاسواق او ناس معينين طيب عملية انتحارية عشان اقتل ناس ابرياء ناس يعني هذا هذا الموضوع عدى العملية العادية اكو شيء ابعد من من مستوى تفكير الناس يعني الناس لا يعون ياخذون والله مثلا عمليه انتحاريه في المكان الفلاني، آه العمليه اودت بحياه كذا شخص، كذا, كذا لا 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 الموضوع ابعد بكثير من هذا الموضوع، اكو اكو شيء ابعد من هذا، اكو شيء ده معتقد اصبح، معتقد هذا ضدي اذا يجب ان يقتل خلاص، مو اليوم باكر ما ياتي الفرصه اليوم، قد تاتي الفرصه في الغد او بعد غد او او الى اخره. وبالتالي هذه الصور الذهنيه لما الوالدين لما عندما الوالدين ما يصلون الى بر الامان وما يعرفون كيف يعطون الصور الصحيحه الاسلاميه النظيفه المباركه الجيده الجميله للاطفال فهذه النتيجه هذه هي النتيجه، ونتيجه حتمية، انا ما اقول نتيجه ممكن لا قد تتغير، لا ما تتغير. نتيجه حتمية ونتيجه جدا سيئة ولذلك انا يعني من خلال هذه القناة المباركة من انصح الاباء والامهات ان يكونون حذرين وجادين في تعاملهم مع اطفالهم ولا يتفوهون باي كلمة الا اذا كانت كلمة زين ذو معنى ذو مرتبه علميه ذو الكلمه لا تخرج عن الدين، لا تخرج عن الاطار المالوف، لا يكون فيها مثلا لا تكون امور سلبيه كلها تكون امور ايجابيه والشخص الذي لا يعرف ان يفسر بعض الكلمات دعه يتعلم ثم يجيب. كثير من الاطفال يسالون عن الموت. عن الله عن وايد وايد اشياء وامور واشوف الاجابات كلها خاطئه اجابات ما تعطي اجابات وافيه كافيه شافيه للاطفال على اساس ننمي عقولهم ونعطيهم المجالات الحلوه في الحياه لهم ولمستقبلهم الزاهر وشكرا جزيلا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.